السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم 6 طرق مختلفة لمعرفة رقم الشريحة رقم السيم او رقم هاتفك في حال نسيانه وتريد تستخرج الرقم الخاص بك. كيف تعرف رقم هاتفك؟ عندنا 6 طرق مختلفة. طبعا اي طريقة ما ضبط روح للطريقة التالية، فنروح للستة الطرق المختلفة فنشرح لكم. فيلا اوكي. اول طريقة هو انك كل شركة اتصالات في اي بلد فيها رمز خاص، مثلا السعودية في الرمز الخاص به، حتى تستخرج الرقم الخاص بك تضغط على النجمة 150 مربع. هذا الرمز الخاص بالسعودية لجميع الشركات الاتصالات اللي في السعودية، بس تضغط على اتصال مباشرة راح يعطيك الرقم الخاص بك، رقم هاتفك. اوكي. طبعا في حال ان انت خارج السعودية، يعني مثلا في مصر او الكويت او اي مكان ثاني، لا حتى تعرف الرمز اللي يطلع او يستخرج الرقم الهاتف رقم الشريحة اللي في الايفون، هو انك تتواصل مع فريق الدعم للاتصالات اللي في بلدك. اوكي. نروح للطريقة الثانية. اوكي. الطريقة الثانية لمعرفة رقم هاتفك في الايفون انك تروح للاعدادات. الحين تروح لتطبيق الهاتف. اوكي. هني بتحصل رقم هاتفي. شوفوا لاحظوا رقم هاتفي، هو هذا هو رقم هاتفي. مباشرة راح تعرف رقم الهاتف من تطبيق الهاتف في الاعدادات، وهذا هو الطريقة الثانية. نروح للطريقة الثالثة. اوكي يا شباب، الطريقة الثالثة هو لمعرف رقم هاتفك من هذا الموقع. ادخل الديسكريبشن، رابط الموقع في الديسكريبشن. تدخل هذا الموقع تضغط على هذا الزر، بعد ما تضغط على هذا الزر اذا فتح لك اعلان اضغط على اغلاق. الحين مباشرة راح يعطيك هذا الزر، اضغط عليها مباشرة راح يفتح لك هذا النافذة يقول لك اتصل بهذا الرقم حتى تحصل على رقم هاتفك. اضغط عليها مباشرة راح ينثر نافذة الاتصال، اضغط عليها مباشرة راح يجري مكالمة. انتظر ثواني لين ما يجري المكالمة. اوكي. ناس ما تشوفون يقول لك المكالمة مشغولة، اغلق المكالمة وانتظر ثواني وراح يعطيك الموقع رقم. اوكي. مباشرة راح الموقع يعطيك رقم هاتفك بسهولة وسريعا. ناس ما تشوفون اضغط على كوبي حتى تنسخ الرقم، بالضغط على هذا الزر مباشرة راح ينسخ الرقم وتقدر تحفظه وتقدر تستخدمه. وبس هذا هو الطريقة الثالثة. نروح للطريقة الرابعة. فيلا اوكي. الطريقة الرابعة لمرة معرفة رقم هاتفك، افرض هذا الهاتف ما تعرف رقم الخاص به، ما تعرف رقم الشريحة او هاتفك. كيف تعرف رقم هاتفك؟ عن طريق اجراء مكالمة. كيف؟ مثلا تاخذ موبايل صديقك او اخيك او اي شخص، اوكي، وتروح تاخذ الرقم الخاص بصديقك وتحطه في الهاتف اللي ما تعرف رقمه، وتجي مثل ما تشوفون حطيت الرقم هذا الهاتف. اوكي. راح اجري مكالمه. اول ما اجري مكالمه راح تظهر الرقم الهاتف اللي ما اعرف في الجهاز الثاني. ناس ما تشوفون هذا هو الرقم المجهول اللي ما اعرفه. بهذه الطريقه اضغط على اغلاق. الحين تروح لتطبيق الهاتف، تضغط تروح للمكالمات الحديثه او الوارده. ناس ما تشوفون اخر مكالمه تم اجراءها، ناس ما تشوفون هذا هو الرقم. مباشره تحفظ هذا الرقم، تكتبه في ورقه. بهذه الطريقه عرفنا الرقم المجهول او عرفنا رقم هاتفك اللي ما تعرفه. وبس هذا هو عن طريق مكالمه لهاتف صديق او لهاتف شخص اخر، وراح تظهر الرقم. اوكي. نروح للطريقه الخامسه. فيلا اوكي. الطريقة الخامسة اللي معرفة رقم هاتفك هو عن طريق تطبيق الهاتف. تروح لتطبيق الهاتف، تضغط على الجهات اتصال. بعد ما تضغط على جهات اتصال هني بتظهر رقمك، اضغط عليها وانزل لتحت، هني بتحصل الهاتف. تحت الهاتف مباشرة راح تظهر رقمك. بهذا الطريقة السهلة راح تستخرج رقم هاتفك في حال نسيانه. وبس هذا هو الطريقة الخامسة. نروح للطريقة السادسة. فيلا اوكي. الطريقة السادسة والأخيرة لمعرفة رقم هاتفك هو عن طريق برنامج ايتونز. حمل برنامج ايتونز على الويندوز او ماك، افتح البرنامج. الحين كل ما عليك انك توصل كابل الشحن
توصل كابل الشحن بالكمبيوتر والايفون. بعد ما توصل اوكي اذا فتح لك هذا النوافذ اغلقها، وراح فتح لك هذا النافذ اغلقها واغلقها، راح تظهر هذا الهاتف على الجانب عند الموسيقى، اضغط عليها. بعد ما تضغط عليها هني بتحصل رقم هاتفك مباشرة، تقدر تاخذ رقمك بهذه الطريقة السهلة، راح تعرف رقم هاتفك. وبس هذا هو 6 طرق مختلفة لمعرفة رقم هاتفك. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. طبعا هني اذا كان عندك اذا هاتفك 2 شريحة راح تظهر هني، الشريحة الاول الشريحة الثانية. وبس هذا هو المقطع، مع السلامة.